ربي خلق طه من نور فيه اهترام فيه اهترام ناداه آق بل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين لما ارتقى بيت المعمور صلى إمام صلى من ربه باقي الجليل الباقي الجليل ربي خلق طه من نور فيه اهترام ناداه آق بل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين إن كنت أن تهضى بالحور يوم الزحام إن كنت أن تحظى بالحور يوم الزحام يوم عين اليقين عين اليقين ربي خلق طه من نور فيه اهترام فيه ناداه آق بل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين